مشاكل كتير بتكون جوه البيوت بتكون سببها ان الست هي اللي عايزه تمشي كلمتها، عايزه هي اللي تسوق وتقرر وتقول كلمتها ومحدش يناقشها حتى لو جوزها، ودي اسمها الست المتسلطه اللي دايما عايزه قراراتها هي اللي تتنفذ على حساب بيتها وعلى اولادها وفي حياتها عموما، رغم ان اغلب الوقت بتكون غلط. وطبعا الراجل بيرفض ده لان المركب اللي ليها رئيسين اكيد هتغرق، او ممكن حد يقدف في اتجاه عكس التاني في اتجاه مختلف تماما، وبكده المركب مش هتتحرك اصلا. دايما بقول ان الحياه والزوجه لازم تشارك، لازم يكون ما بينها وبين جوزها تفاهم حب ود، ولازم الزوج يشارك معاه مراته في كل قراراته وياخد طبعا رايها ويدرسه ويسمع منها كمان. لكن بعض البنات بتفهم الكلام غلط وبتبقى عايزه تقلب المشاركه دي كنوع من انواع المرياسه، وان لازم كلامها هو اللي يمشي، ولو ما عملش كده يبقى انت كده بتلغي شخصيتها ومش حبيبها وشايفها نكره، واشياء كتير من هذا القبيل. الزوج هو العمود الفقري للبيت والست هي الرئه، والعمود هو اللي بيبقى شايل كل حاجه فوق كتافه، والراجل بطبعه قيادي، والقياده بتفرق كتير عن الاداره. انك تبقى قائد غير انك تبقى مدير، القياده فن، مشوره، سماع لاراء وافكار غيره، وده اللي بيعمله الراجل الذكي مع مراته، انه يشاركها معاه، وده يبقى قمه النجاح، انه يشارك ويدعم الست اللي معاه ويخليها تحس بذاتها وكيانها. لكن محدش طلب من الست انها تكون رئيسة البيت، انها تكون رئيسة البيت في وجود الزوج، ما ينفعش لا نفسيا ولا جسديا ولا شرعا حتى ينفع. الست ليها مشاركه فعاله باعتبارها شريكه اصيله مع الزوج، وطبعا ده حقها. اما انها تكون صاحبه قرار منفرد في اي حاجه تخص شؤون البيت وخاصه في وجود الراجل، صعب، وما اعتقدش ان في راجل هيقبل كده. يا معشر النساء، انتوا مش نص المجتمع، انتوا المجتمع كله والله، وسبب بقائه واستمراريته. فما تخلوش البرامج والسوشيال ميديا تلعب في دماغكم، والله في برامج بتدمر اسر لانهم بيقلبوا الغلط صح والصح غلط. الراجل بيشوف برؤيه اوسع، ربنا اهله انه يشيل اكتر من طاقته، يبقى مسؤول، يكون قادر يتحمل نتيجه قراره لو غلط، قادر يصحح الوضع في لحظه. اما انتي، ربنا وضع فيك الاقوى من المرياسه، حط فيك الامومه، الحنيه والتفاهم والود، خلاك يروحوا البيت ونبضوا. ربنا مش عايز يحملك فوق طاقتك، انت دورك ورسالتك في البيت والمجتمع اهم من كده بكتير. انت اللي بتحافظي على تماسك البيت، بتخرجي وبتربي نشأ واعي وفاهم وناجح، بتدبري امور البيت والحياه بسبب ان انت مديره البيت، وانك اكتر حد فاهم ازاي يخرج اسره متماسكه. ومن ناحيه تانيه برضو انت الدكتوره والوزيره والممرضه والمهندسه وغيره، لكن جوه البيت الزوجه الوفيه اللي واقفه في ظهر جوزها، اللي نفسها تجيب نجمه من السماء وتديها له علشان نفسها وعلشان البيت وعلشان العيال. فبلاش نلعب دور مش بتاعنا ونرجع نقول فشلنا ليه. ربنا خلق كل واحد فينا جواه القدرة على الشيء اللي اتخلق علشانه، مفيش حاجة أبدا اتخلقت بعشوائية. ولو بصيتي لدورك العظيم جوا بيتك هتلاقيه أقوى بكتير من أي تحكم وأي تسلط. كفاية إن البيت من غيرك يقع ما يمشيش، ولازم طبعا تشاركي برأيك وتشاركي برؤيتك، واجب على جوزك إنه يسمعك، بس خلي التنفيذ والرؤية الأخيرة له، وخليه هو اللي يمسك الدفة لوحده، وانتي سنداه واقفة في ظهره ومثبتة في ايده علشان البيت يمشي وما يتهدش. فربنا يحافظ على بيوتنا جميعا، وكل انسان يرضى بدور الاصيل اللي بياخد جبال حسنات لما بيأديه على اكمل وجه.
تعالوا نسمع رسالة.